ايه يا جميل اللي انت بتعمله ده؟ بشرب سيجاره خرمان قوي. خرمان ايه دي؟ سيجاره بدائيه؟ طبعا بدائيه، دي سيجاره كليوباترا بتاعت الملكه كليوباترا ذات نفسها. اطمن احنا في السليم. حقا انك شمطاء حمقاء صلعاء. كفى، انها امه فلتصمت ايها الاحمق. احمق؟ هذا ليس احمق، هذا ازرق. فلتتمني الا تلدي بنتا حتى لنوئدها. توئدها؟ ارنوبتي فلتنقذني يا حبه. ايه ده دي الحياه؟ بص يا الا جميل طالع من انهي كهف؟ على انها احلى واحده في حياه الاشجار. فلتصمتوا ايها الحمقى. اين نخوه البدائيين؟ سنخسر، سنهزم. انت على حق. اما يا رملي ويحك ايها الشاب. لقد احرجتني بشده، فلتسوقوا انت هذه الليله. انا اسوق هذه الليله؟ انا لا اعرف السواقه. هذه الليله. ويحي يا ويحي. اياها. على راي المثل البدائي الذي قال الجري عند المقدره احسن كتير من المسخره. هوبا هوبا. امسك يا امسك. من انت ايها الاشعث؟ اعتقد انه من سكان الواحه، من المنازل القريبه من البحيره، واظن انه من اوائل الصفوف على ملاعب الكره الصغيره والعصا. يسمعني حين يخاطبني كلمات ليست كالكلمات، والمطر الأسود في عيني. جميل. يا عسلية الجاهلية، يا كنافة نابلسية، الوقت يضيع مننا. اسمع يا جميل. أجل، هل تتذكر ما هتاب جارتنا؟ حلوة، أليست كذلك؟ كذلك. الآن وجدنا الفريسة، ويتبقى السؤال، هل السرقة قديمة أم حديثة؟ يا سلام، فكرة بجز وبني يا سيد وسيم فكرة رائعة. بني رائحته مذهلة. اجعله يدلك لي ظهري. فلتدلك ظهر الأملط أيها الأبلة. سمعا وطاعة يا مولاي، عمت مساء. الله الله، ما الجمال ده. فلتغني معي. خذ هذه. ما هذه؟ قطعة لحم ترم عظمك. شكرا يا سيدي. سيد وسيم، أنا أريد أن أقضي حاجتي، سأذهب إلى بيت الراحة. لقد خرج سعدون. وخسارته. أين يقع منزل رقم 13؟ لا والله الحمد لله ما فيش أي منازل وقعت الفترة اللي فاتت. قم بتغيير هذا الحجر بعد 5 دقائق. حاضر. هتشرب حاجة جنب الشيشة؟ لا شيء. اغرب عن وجهي. اغرب عن وجهي. لا أريد، لا أريد. إيه المجنون ده؟ سيجارة أخويا. أجل سيجارة. لا أريد، لا أريد، لا أريد. رأسي تؤلمني. لو سمحت يا سيدي، هل هذا التبغ طبيعي؟ مية مية. إذن هو مطحون من الشجرة رأساً إلى المستهلك.